نريد أن نعرف أولا ما الذي جاء مختلفا في دستور 2011 مقارنة بالدساتير السابقة. مساء الخير، شكرا على الدعوة الكريمة من أجل بطبيعة الحال مناقشة موضوع يحظى بأهمية كبيرة ليس فقط بالنسبة لي لأن نحن المغاربة، ولكن أيضا بالنسبة لعدد من المتخصصين على المستوى العالمي. دستور 2011 يمكن القول بأنه يختلف كثيرا عن الدساتير المغربية السابقة، أولا من حيث طريقة الإعداد. الكل يعلم أن الدساتير في الماضي لا أحد كان يعرف كيف تعد ولا من يكتبها ولا من يعدها. بالنسبة لدستور 2011 الكل يعلم بأن هناك نخبة من خريجي الجامعات المغربية وأنه كان مغربيا صرفا 100%، هذا من جهة. من جهة ثانية الميكانيزمات التي اعتمدت من أجل صياغة هذا الدستور هي أيضا ميكانيزمات سمحت لمختلف المكونات السياسية المغربية بأن تشارك في إعداد هذا الدستور، ويمكن القول بأنه فتح نقاشا واسعا وسمح لكافة الأطراف ولكافة أصحاب القضايا أن يتدخلوا من أجل الدفاع عن بعض الأمور المرتبطة بالحقوق لكي تتصدر الدستور. هذا من جهة ثانية. من جهة ثالثة الدستور 2011 بالضبط هو وضع إعادة هيكلة مؤسساتية على مستوى القيم. نحن نعلم بأنه غير النظام السياسي المغربي فيما يتعلق بنقله من ملكية دستورية صرفة إلى ملكية برلمانية من جهة. من جهة أخرى جعل الاختيار الديمقراطي من بين الثوابت الأساسية التي ينص عليها الدستور والتي لا يمكن إطلاقا إعادة النظر فيها، بالإضافة أيضا إلى الحريات والحقوق التي ينص عليها الدستور. هذا بالنسبة للأمر الثاني. الأمر الثالث وهو أنه قام بمؤسسة عدد من المؤسسات التي لم تكن مؤسسة إطلاقا، وسعى إلى تسكين كافة القوى السياسية بالأخص الأحزاب السياسية من ضمانات أساسية لحمايتها في إطار ممارسة كافة المهام التي تقوم بها. لابد من الإشارة أيضا ولا يمكن أن لا نتحدث عن ذلك أنه لأول مرة في تاريخ الدساتير المغربية هناك باب خاص بحقوق الإنسان والحريات العامة، وهذا أيضا أمر أساسي لم يكن معروفا في الماضي، وفصل بشكل أساسي في هذه الحقوق بحيث أنه الآن يمكن أن نقول بأن هناك نوعا ما منظومة حقوقية تتعلق بحقوق الإنسان داخل هذا الدستور المغربي.